يتعرف على مصير سما المصري أمام القضاء بعد تخفيف حكم حبسها لستة أشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم، قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت تشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قرار محكمة مستأنف القارة الاقتصادية بقبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100,000 جنيه في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة. وبيقول المستشار أشرف فرحات محامي سما المصري إنه صدر ضدها حكم من محكمة الاستئناف بحبسها سنتين بتهم التحريض على الفسق والفجور، ويتم تقديم طعن أمام محكمة النقد لتخفيف الحكم أو إلغائه. أما في قضية السب والقذف للإعلامية ريهام سعيد، أكد فرحات أنه سيتقدم بالطعن بعد تخفيف العقوبة من 2 إلى 6 أشهر أمام محكمة النقد لإلغاء الحكم أو تخفيفه. وعن القضية الأخرى في السب والقذف واللي قضت فيها محكمة أول درجة بمعاقبة سما المصري بحبسها سنتين، وضح المستشار أشرف فرحات وقال إنه ينتظر قرار محكمة الاستئناف بجلسة 16 نوفمبر المقبل. وكانت المستشارة مروة هشام بركات أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنتين وغرامة 100,000 جنيه، وحصل اليوم السابع على أمر إحالة المتهمة سامي أحمد عطية الشهيرة بسما المصري في قضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد. ووضح أمر الإحالة إن المتهمة سامي أحمد عطية وشهرتها سما المصري قامت في غضون شهر أغسطس 2019 لدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة بالاتهامات التالية، ونشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بدون رضاها، وده بعد ما ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول، وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب على نحو المبين بتحقيقه. وتعدت على مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وده بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب. قذفت المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد وشهرتها ريهام سعيد بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتكارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنا في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت المجني عليها العبارات المبينة وصفا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب على نحو المبين بالتحقيقات. وفي النهاية يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.